اخواني اهالي البلد الكرام، اني منكم وبكم، والله سبحانه وتعالى بيحب عبده الشكور، وربنا رزقني بحته ارض اشتريتها، ربنا اللي يعلم ان كل قرش من تمنه حلال، والارض دي عايزه رجاله، يعني اي حد فيكم خالي شغل، اي حد عواطلي، اي حد قاعد على المصطبه ينش دبان، اهلا وسهلا بيه. انا مسافر ان شاء الله الاسبوع الجاي على الارض الجديده. يلا يا مولانا، يلا سمعني سمعني. يا مطلع علينا فوضنا الامر اليك، ومن بغى علينا لا شكوى إلا إليك. يا ربي توبة توبة توبة، يا ربي توبة نصوحة من بعد عصياني قبل ما اشيب وانحني وامشي بعصيان، اني عصيت الذي ان شاء عذبني. اركن العربية يا إياحي. يا حضرتك على فكرة يا رشاد بيه، أنا قابلت الفيلم ده عشان خاطرك أنت وبس. ليه يا مدام؟ هو الفيلم مش عاجبك؟ ده ما نقول نقل مسطرة من فيلم أمريكاني. لا مش قوي كده، ده حتى المؤلف حطيت له الفلفل والبهارات المصري، وبعدين المخرج قعد معايا فهمني هو هيعمل إيه بالظبط. مش عارفة الصراحة، أنا قلقانة جدا. لا ما تقلقاش، أنا سايف ميزانية الفيلم مفتوحة، وبعدين أنا مش عايز أكسب من السينما، أنا بعمل أفلام لمزاجي. اتفضلي. عصاه يسترني أنساه يذكرني، عصاه يسترني أنساه يذكرني، وكيف أنساك يا من لست تنساني. من الصانع؟ من الرحيم؟ من القدير؟ من المعز؟ من المذل؟ من المعطي؟ من الحنان؟ من الرحمن؟ من الحنان؟ من الجبار؟ أستاذ هشام، التصوير هيتم فين بالظبط؟ في الأماكن الطبيعية يا مدام. في الصحراء؟ طبعا يا مدام، في الصحراء. لازم السينما بقى تتطور، تخرج من البلاتوهات وأوض النوم والصالونات للأرض الجديدة. ياه، صحراء؟ ده احنا الظاهر هنتعب قوي في الفيلم ده. عندنا في أمريكا لما بنصور فيلم في الصحراء شركات الإنتاج بتخليها جنة، مفيش أي حاجة ناقصة. واحنا زي امريكا واحسن يا استاذ. اطمني يا مدام، اثناء التصوير مش هتحس انك في صحراء ابدا. قبل ما
اغني احب اقول لكم اهلا وسهلا، شرفتونا ونورتونا. والليله دي مش ليله عاديه، لان معانا الفنانه العظيمه اللي منورانا وموجوده معانا سلوى نصار. وبطل الفيلم اللي منورنا الاستاذ محمود الجندي. وبنحيي المخرج العبقري هشام صبري. نقول له بعد عودتك من امريكا حمد لله على السلامه، وان شاء الله مزيد من الافلام الناجحه اللي مكسره الدنيا باذن الله. بنحيي رجل الاعمال اللي منورنا ومنتج الفيلم رشاد الفوال. وان شاء الله باذن الله هتبقى الافلام كلها على ايدي زي الفل. ان شاء الله ان شاء الله. يا ترى بالمناسبه اسم الفيلم ايه؟ اسم الفيلم محتاج زفه، زفة عروسة. اسم الفيلم مفاجأة، سر لازم يفضل لآخر السهرة. وإحنا معاك لغاية آخر السهرة. إيه رأيكم أروح أغني بقى؟ تتقل وما تتقل، تقولولي مش قوي كده. تزعل وما تزعل، مش قوي كده. مش قوي كده، مش كده قوي، مش قوي كده، مش كده قوي. ولا الحسن ده غرك بالقوي؟ تتقل وما تتقل، مش قوي كده. تزعل وما تزعل، مش قوي كده. تتقل وما تتقل، مش قوي كده. تزعل وما تزعل، مش قوي كده. اسأل عني اسأل، ما فيناش من كده. مساء الخير جميعا. اهلا يا احمد، ازيك؟ ايه اللي انت لابسه ده؟ اصل كنت بعمل مرمى في التلفزيون. كل سنه وانت طيبه، بقى رمضان قرب فربنا اكرمني بدور واحد من الكفار في المسلسل الديني بتاع السنه دي. تقوم تيجي بهدوم التمثال؟ اعمل ايه؟ اصل هدومي اتقفل عليها في الاستوديو، فما كانش عندي وقت اروح البيت اغير هدومي وارجع. قول لي يا حماده، انت معانا في الفيلم؟ ايوه مدام. واخد دور ايه؟ واحد من الاشرار. حظي كده، ربنا اداني خلقه ما يركبش عليها غير يا واحد من الاشرار يا واحد من الكفار. اقعد يا استاذ، اقعد اقعد تشرب. ايه علمتنا السهر؟ يعني هشرب ايه يعني؟ هات من مشروب الكفار والاشرار. يا ريتك تظهر انت قوي في القمر، بسال عليك يا نور الشمس والبحور، بسال عليك يا نور الشمس والبحور والزهر والطيور والنسمه والشجر، النسمه والشجر. تتقل وما تتقل، مش قوي كده. تزعل وما تزعل، تتقل وما تتقل، تزعل وما تزعل، مش قوي كده، مش قوي. اسال عني اسال، ما فيناش من كده. تتقل وما تتقل، بقول لك ايه، قبل الحفله ما تخلص بشويه تخطف رجلك لشقه المهندسين، تكمل الناقص وتروق الحال كله هناك. عايز اكمل السهره هناك يا سعاد. ها من عينيا يا رشاد بيه، وترجع بسرعه. وانا اسال، ما فيناش من كده. اسال عني اسال، ما فيناش من كده.
طبعا انت ناوي تسهر معانا شويه يا حاج حسام، لانك لو نمت دلوقتي هتتعب، عشان بسم الله ما شاء الله انت كلت بفتره. تحب اخلي الجماعه يعملوا لك شويه شاي علشان تهضم؟ اهضم ايه يا ابني؟ هو ده اسمه اكل؟ فين ياما كنت باكل خروف بحاله؟ خروف بحاله؟ ربنا يستر علينا. خلينا دلوقتي في المهم، انت طبعا هتسيب البلد مع العيله ان شاء الله يا حاج حسام. يبقى انا اولى من الغريب. طبعا انت اولى من الغريب. هو اني انسى مقابلتك ليا وانا راجع في المطار؟ بس اعرف طلباتك ايه يا حاج. والله اذا كنت عايز تشد الرحال معانا على الارض الجديده اهلا وسهلا، الارض واسعه وعايزه رجاله. لا يا ابني انا خلاص كبرت والصحه ما بقتش تمام. ايوه ايوه صح، الصحه بتاعتك ما بقتش تمام عشان كده بتاكل نص خروف. لا لا انا قصدي بقول يعني على حته الارض بتاعتك اللي هنا ناوي تبيع؟ لا يا حاج. يبقى ناوي تأجر؟ والله ولا ناوي أجر يا حاج. أمال ناوي على إيه يا ابني؟ والله يا حاج أنت عارف إن الأرض دي ورثناها ويعني من ريحة المرحوم أبويا الله يرحمه. أيوه. وأنت عارف بقى الحاجات بتاعة الأب والجد دي بيبقى صعب أوي، يعني صعب أوي الواحد يفرط فيها. وبعدين الأرض الجديدة دي لسه بكر يا حاج، ويا عالم هتصيب ولا هتخيب. والله إذا خابت أهو الواحد يرجع يلاقي الأرض الأصلية بتاعته. يعني مش ناوي تبيع ولا تأجر، ناوي تسيبها تبور؟ لا يا حاج حسان، إن شاء الله الأرض هتفضل خضرة. بقول لك إيه يا حاج حسان، أنت ممكن يعني تزرع لي الأرض في غيابي النص بالنص، الرزق اللي يبعته ربنا النص بالنص، إيه رأيك؟ بقول إيه؟ ما تخلي الحكاية بينا كده عقد إيجار. عقد إيجار؟ عقد إيجار إيه يا حاج؟ ده عقد الإيجار في الزمان ده أقوى من عقد التمليك بكتير. بقول لك إيه؟ أنت هتزرع للأرض من غير عقد إيجار، كلمة الرجالة أكبر من عقود الشهر العقاري. موافق؟ هات إيدك نقرا الفتحة. نقرا الفتحة؟ على بركة الله. اتفضلي قطع التورته يا مدام. برافو برافو. ناقص موضوع واحد لازم انا افتحك فيه، ما انا برضو يا ابني في حكم والدك الله يرحمه. طبعا يا حاج. انت مش ناوي تكمل نص دينك؟ على ديني كامل والحمد لله. متجوز من وراه من غير ما نعرف ولا ايه؟ لا طبعا يا حاج، لان انا من اصله ما دخلتش دنيا. اصل بيني وبينك يا حاج لسه المشوار طويل ومش ناوي دلوقتي. طيب قصدي يعني لما تنوي بنتي محاسن ادب وكمال وطالعه من غير ما تكمل يا حاج، من غير ما تكمل. بنتك محاسن دي انا شفتها، دي شبهك الخالق الناطق، دي حتى شنبها زي شنبك يا راجل. بتضحك لك نفسه تضحك. بقول لك ايه، اعمل معروف يا حاج حسان، ابعد بنتك محاسن دي عن اي اتفاق ما بينه وبين بعضينا، علشان المركب تفضل سيره زي ما هي سيره كده على طول. بقول لك ايه، ما تقوم تتمشى شويه على الترعه كده علشان تهضم احسن. انت لو نمت وانت كده احتمال احتمال النوم تطول ليوم الساعه.
طيب يا جماعة تصبحوا على خير. على فين يا مدام؟ على البيت إن شاء الله. ليه؟ ما لسه بدري. معلش عشان تعبانة شوية. أوصالي؟ لا لا لا، خليك أنت مع ضيوفك مستريح. مبروك عليكم الفيلم يا جماعة، وإن شاء الله يبقى فيلم خير بإذن الله. الله يبارك فيك. ميرسي على الحفلة الجميلة دي. أحمد بطل أكل وتعالى وصلني. تحت أمرك يا مدام. يلا. حساب يا مد. حساب إيه ده؟ أنا معزوم. ميرسي يا شادي. يلا. اتفضل. طمن يا رشاد بيه، كله تمام في المهندسين. انت غبي يا سعاد، العصفوره خدها الغراب وطار. اديني ركنت زي ما انت عايز. مش كنا فضلنا في الحفلة أحسن؟ حفلة إيه؟ عجبك قوي منظر المنتج؟ على رأيك ده دمه يلطش. لو المصيبة بيستظرف دمه ولا المخرج طالع فيه على إيه؟ ده هنعرف نشتغل معاه زي ده مدام. نشتغل مع إيه يا ابني؟ إحنا رح نشتغل معاه، هو اللي هيشتغل معانا. يا مدام أنت بتتكلمي عن نفسك، أنت نجمة كبيرة، إنما أنا لسه ممثل على قده، بس ترجى فرصة من ربنا عشان تسندني. لسه بدري قوي على بال ما اقدر ابجح في مخك. ولا يهمك يا احمد، انا بجح علشاني وعلشانك. اذا كان كده معلش. احمد انا طالع في دماغي فكره مجنونه، تيجي نعملها سوا؟ انا ابو الجنان كله، بس حضرتك قولي لي ايه هي الفكره المجنونه دي. ناكل فول وطعميه من على العربيه في الشارع. هي دي الفكره المجنونه؟ ايوه طبعا، هو في اجن من كده فكره؟ اذا كان اكل الفول والطعميه جنان، يبقى كان زماني انا وعيلتي من 15 سنه في مستشفى الامراض العقليه وفي قسم الحالات الخطره كمان. الله، انت متعود تاكل فول وطعمية من على العربيات اللي في الشارع؟ متعود؟ ده مفيش صاحب عربية فول ما يعرفنيش، ده في منهم ليه عندي فلوس. طب خلاص، وديني عند اي عربية من اللي انت زبون عندهم. دي سهلة اوي، نروح عند عربية الفول بتاعت عم بسيوني اللي في اول شبرا. بس انت ليه عايزة تأذي نفسك؟ ليه؟ هو اكل الفول اذية؟ اه طبعا، ده كفايه ان هو سبب التنبله اللي احنا فيها دي. على فكره يا مدام، انا كنت فاكرك غير كده خالص. معذور يا احمد علشان ما تعرفنيش كويس، فاكرني ملفوفه في ورق سلوفان زي الورد الصناعي، شكله جميل لكن ما فيهوش حياه، ما فيهوش ريحه حلوه. يا سلام، انا نفسي افضل صاحي لغاية الصبح، لغاية الشمس ما تطلع، واشوف الناس وهي رايحة شغلها مليانة همة ونشاط. نفسي ارجع تاني اعيش حياتي البسيطة اللي كنت عايشاها قبل كده. يعني انت مش مبسوطة من حياة النجومية والفخفاخة والشهرة؟ كل دول ما يسووش اي حاجة جنب راحة البال. وراحة البال يا احمد عمرها ما تيجي إلا إذا كان عندك حلم تحلمه، هدف نفسك تحققه. أيوة بس أنت نجمة النجوم. يا عبيط يا عبيط، أنا ست. عارف يعني إيه ست؟ اتولدت ست وهعيش ست وهموت ست. النجومية جت فجأة ومن غير ميعاد، وممكن كمان تروح فجأة ومن غير ميعاد. الفجر قرب يطلع، يلا عشان نلحق عم بسيوني بتاع الفول. احلى من اللوزه
الكهربان. واحد من زيت الحار يا عم بسيون وكتر الدقه والشطه خليها تولع على الصبح. وانا واحد من زيت الحلو وكتر الدقه عم بسيون من عينيا. خليك انت هنا طبعا وانا اجيب لك سندوتشات. سندوتشات ايه؟ انا عايزه طبق علشان اغمس. تغمسي وانت لابسه هدوم سواريه كده؟ انت مش مقدره الموقف ده عم بسيوني وزباين عم بسيوني. يا عم خليها على الله كلنا ولاد تسع. ثم تعالى قول لي هنا انت راكبك عرق القلطه من دلوقتي، امال لما تتشهر شويه هتعمل ايه؟ الحق عليا اللي خايف عليكي. اتفضلي. نارنا ابيض زي لبن الحليب المبسط. نهارك فل يا عم بسيوني، انت من بكره بلاش تبيع فول، انت تبيع بسكوت وشوكولاته. صباح الخير يا رجاله. صباح الفل. بالصلاه على النبي فسحوا مكان لست الهادم. ايه ده الهادم؟ خد يمينك يا بلوزه، خدش بالك يا سعيد. اقبال يا ست هادم. انا عايزه طبق فول بالزيت الحار وعليه ملح وفلفل وشطه وليمونه وعندك تخلل؟ كل موجود، انما ايه اللي عامل في نفسك ده يا سي احمد؟ دي هدوم الشغل يا معلم. الست لابسه هدوم الشغل برضه. كلاب تعدوم الشغل برضو جرى ايه؟ ما تخلينا حلوين كده مع بعض وبناكل فول سوا سوا، مفيش داعي للتنبيط. عايزه بصل يا عم بسيوني. بلاش بصل يا ست هاني، البصل له ناسه، انت مش منهم. جرى ايه ده بلوزه؟ ما تلم نفسك. حاضر يا استاذ، قبل ما اشوفك زي انور وجدي. الله لا لا، ايه يا احمد ده انت معروف ومشهور قوي. امال ايه؟ تامر بيه يا استاذ. زي كل يوم. خدي بقى ست سلوى، ادي ايه رغيف قابب وحلو وزي الفل. ابعت نقص على الشاي. يا ريت بس يكون كشري. كشري. سبحان الله ولا اله الا الله. تصدقوا بالله يا رجاله؟ لا لا لا. الست هانم سايبه عزومه فيها ديوك رومي وسكالوب بانيه والبتاع ده اللي اسمه كافيار. ويطلع ايه الكافيار ده ساحة؟ على حسب ما سمعت بيض السمك. سمك بلطي ولا ايه؟ لا سمك قراميل. البصل يا عم بسيوني. اتفضل يا ست هانم. فيم يا سعدية؟ يا احمد افندي ما تمشي قدامي. مش قدامي. افتكرت حاجة مهمة يا عم الحاج حسان، ما اقدرش اسافر من غيرها. ايه هي دي يا ابو المعاصي؟ حتة سلاح يلزمني بندقية بالذخيرة بتاعتها. والبندقية ايه دي؟ لزومها ايه؟ لزوم الحماية والدفاع عن النفس يا عم الحاج حسان. انت عارف انا رايح استوطن ارض جديدة لا ليا فيها اهل ولا عزوة. والبندقية دي عايزها شراء ولا؟ شراء ايه؟ شراء ايه يا عم الحاج حسان؟ ما على قدك انت، الفلوس كلها راحت في الارض. أنا عايز البندقية دي شهر ولا شهرين لغاية ما أمن نفسي تمام التمام. أنت عارف السلاح ده عزوة. خلاص بس أنت عارف البندقية دي أعز من بنت محاسن. صح. والله كلامك صح حاج حسان، بنتك محاسن دي زي الرصاصة الفشنك. خلاص نص ساعة والبندقية هتكون عندك. بقول لك ايه، توصى بالذخيرة. انت عارف بندقية من غير ذخيرة النبوت احسن منها. الرصاص والبندقية هيكونوا عندك ان شاء الله. خلي بالك على العنزة يا عبد الهادي، ما تتنحش كده، ما تتنحش روح. خلي بالك عليها دي عشار، وابعدها عن رجلين البقرة لا ترفسها. ايه مالك يا امي؟ ايه ده انت بتعيطي؟ ابدا يا ابني ابدا. امال الدموع دي ايه؟ في حد زعلك؟ مش حد زعلني، لكن غصب عني الدموع نازله لوحدي. انت مستاهل يا ابني، دي عشره عمر عشت في البلد دي، اتولدت فيها ولعبت فيها وانا صغيره،
اتجوزت فيها وخلفت فيها. النخلة دي عمرها من عمري، عشت هنا كل الأيام وكل الليالي. أنا يا ابني ما عرفش شمس غير شمس بلدني، ولا قمر غير قمرها، كل شبر فيه رجلي دمت عليه. بلاش كده، هيني كده أبر أبوك وأبر أبويا وأمي. أمانة عليك تدفيني هنا جنبهم. بقول لك إيه يا أمه، إن وحدي ملوش لازمة يعني، وأنا شايف إنه كمان مش في محله. وزي ما عمرت دار وإنت صغيرة، إن شاء الله برضه تعمري دار جديدة وإنت كبيرة. يعني المفروض يامه إنك تفرحي، تفرحي وتزهزهي. أديك شايفة، أديك شايفة الأرض اللي ورثناها عن المرحوم أبويا، مش هتكفي العيلة كلها لو كانها كلها تراب حتى. وأديك شايفة كمان أخويا عبد الهادي متجوز وعمال يخلف، وأختي سعدية كذلك، وأنا كمان يامه هتجوز. يعني العيلة كلها كبرت وفرعت يامه، والأرض كمان لازم تكبر معاه. ولا انت يعني عايزة اولادك يقتلوا بعض عشان سحطوط ارض؟ الفراق صعب يا ابني. يما انت شقيتي وتعبتي كتير قوي، واني الاوان بقى على انك تستريحي وتشوفي ارض جديدة. انت عارفة يما، انت عاملة زي ايه؟ زي النخلة اللي في بيتنا دي، طول عمرها في مطرحها كده. الشجر بس يما، الشجر بس هو اللي بيتولد ويموت في مطرحه، لكن احنا لا، احنا لازم نسعى ياما. انا عارف ومتاكد انك انت نفسك في التلفزيون الملون. لكن ان شاء الله هجيبهولك والله. بس انا متاكد برضو ياما ان الفرجه على الارض الجديده هتشرح قلبك ولا اجدعها تلفزيون. ده انت البركه ياما، البركه اللي هتعمر ارضنا. ربنا يوفقك يا ابني. أنا راضي عنك طول العمر. وبعدين أنا كمان عايز أقول لك على حاجة مهمة قوي ياما. إيه؟ إنتي مش هتكوني لوحدك. إزاي؟ إن شاء الله أول ما نثبت أقدامنا في الأرض هبعت أجيب ناس من أهل بلدنا عشان يساعدونا في الأرض، ما وإحنا لوحدنا مش هنقدر على تعب الأرض ياما. الله، طب ما تاخدهم من دلوقتي يا ابني. من دلوقتي؟ لا ياما، من دلوقتي صعب قوي، صعب قوي ياما. أنا عارف أهل بلدنا كويس قوي، يحبوا الحاجة جاهزة عالطبطاب، يحبوا الورد من غير شوك، العسل من غير لدغ النحل. فضل فضل يا حاج حسان. جبت لك الأمانة أبو المعاطي. فين هي؟ أهي استلم. ودي لازمتها إيه يا ابني؟ وابنك برضه يامه لازم يكون عامل حسابه لأي حاجة، وربنا سبحانه وتعالى يكفينا شر المستخبي. فين الزخيرة؟ اهي. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. اهدي دي تكف عسكري في حرب. والله تكف عسكري في حرب. يلا يا امه على بركة الله، يلا بينا. ولك عين توريني وشك. ايه بس حصل ايه رشاد بيه؟ كل ده وما حصلش حاجه يا سعيد، كل ده وما حصلش حاجه. عملت لي البحر طحينه، وقعدت تقول لي الفرخه استوت، الفرخه استوت، واتريها استوت لغيري. رشاد بيه حضرتك اللي بلا به بلا بته بقى، بلا به بلا ته. ما كفايه اللي حصل ليله الحفله، بعد ما جهز كل حاجه يجي حته ممثل سكه زهورات ياخدها مني انا. لا لا دي أهنا كبيرة قوي يا سعيد. رشاد بيه ده أسلوب، وعلى فكرة أنا الأيام دي معتكف على دراسة أسلوبها كويس قوي. وانت يا أخويا بقى هتفضل تدرس في أسلوبها ده لحد امتى؟ ها؟ لحد ما الفيلم يخلص تصوير وكل واحد يروح لحاله. رشاد بيه أعتقد إن أيام وليالي التصوير هيبقى فيها متسعة للحاجات الجميلة كلها. جايز
على العموم اول يوم في التصوير بكره ها. اما شوف بقى يا سي سعيد عطيار، اعملي حسابك خدي هدوم كتير، انت عارفه انهم اسبوعين في الصحراء لا في غسيل ولا ماكل. واخده يا مدام. التلاجه الصغيره اوعي تنسيها، حطيتها من بدري. المايه المعدنيه ها، كراتين كراتين كتير. انا اقول لك ايه مدام سلوى، طول ما معاك عطيات ما تحمليش اي هم يا اختي. ايوه صباح الخير دكتور نشا. انا سلوى نصار. ازيك يا دكتور؟ وحياتك يا دكتور، انا مسافره لمده اسبوعين عندي تصوير، فعايزه كميه من الدواء تكفيني الاسبوعين كلهم. صعب قوي يا مدام، الدواء بتاعك الايام دي مش موجود في السوق خالص. تصوري بتوع مباحث المخدرات بيراجعوا ورانا، ولازم يعرفوا المريض واسم الدكتور والكميه المنصرفه. قال ايه؟ بيعتبر الدواء بتاعك ده من المخدرات التخليقية. التخليقية، حتى دواء الكحة بقى عليه حظر. انت بتقول ايه يا دكتور؟ لا طبعا، ارجوك تدورني على الدواء باي طريقة، لازم تجيبهولي. طب همثل ازاي؟ هقف قدام الكاميرا ازاي؟ حضرتك تسافري بالسلامة، واديني اسم بلد تصوري فيها، واول الدواء ما يوصل هبعتهولك مع مخصوص. امتى دي ما اقدرش احددها، انت عارف ان ده مستورد. طيب يا دكتور، متشكره جدا. عطيات، تعالي اطلبي المنتج وقولي له ان انا مش مستعده للشغل، خليهم يأجلوا أسبوع أو اتنين. خير يا مدام سلوى، حصل إيه؟ ما حصلش حاجة، أنا تعبانة ونفسياً مش حاضر. واقفة ليه يا عطيات؟ اتفضلي اطلبيهم. لا يا مدام سلوى، ما ينفعش الكلام ده. أيوه يا حبيبتي، الوقت غير الوقت والظروف غير الظروف. كان زمان يا حبيبتي عندك زحمة شغل، لا فيلم واثنين وثلاثة وعشرة الله، وكان دلعك على المنتجين على قلبهم زي العسل، وما حتة فيلم يتيم وجنة بعد طول انتظار، لا دلعك ده بقى يودي في ده. عطيات، اعملي اللي بقولك عليه، انا فعلا تعبانة مش هقدر اشتغل. يا مدام سلوى، المنتج لسه جديد عوده اخضر، مش عاوزين نعمل معاه مشاكل من دلوقتي، ثم ما فيش اي سبب يخليك تأجلي. يا حبيبتي احنا نخلص من الفيلم وربنا يبعت غيره، وعلى رأي بتوع السيما الاسطوب يجيب اسطوب والفيلم يجيب فيلم. عطيات، ارجوكي تطلبيهم، انا تعبانة نفسيا مش هقدر اشتغل. لا مش ده السبب الحقيقي اللي هيخليك تأجلي. طب ما انت عارف، انت ما سمعتي المكالمة بنفسك؟ قوليلي انا هشتغل ازاي؟ هقف قدام الكاميرا ازاي؟ عارفة انها مصيبة وتقيلة، لكن بس يا مدام سلوى. لكن ايه؟ قوليلي لكن ايه؟ عايزين اروح في الصحراء هناك اتبهدل يا عطيات، مش ممكن مش ممكن ابدا. ربنا ينتقم منه اللي كان السبب، حسبي الله ونعم الوكيل فيك اللي كنت السبب، اشوفك متشعتي في الشوارع. عطيات، ما تندبيش يا حبيبتي، قومي كلمي المنتج وخليه أجل التصوير. لا يا مدام سلوى، انا لا هكلم حد ولا هطلب حد، واحنا هنسافر في الميعاد والتصوير هيبقى في ميعاده بالظبط. انا عارفاكي واعيه طول عمرك، برافو عليكي، انت عامله حسابك ها، شايله شويه للطوارئ مش كده؟ طوارئ ايه وشايله ايه؟ لا يا مدام سلوى، انا ما اشيل اي حاجه، انا شايلاكي فوق دماغي، انما انا ما اشيلش الحاجات دي اللي بتتعب اعصابك وتتلف. حبيبتي لو كنت سمعت كلامه ودخلت المصحه. ادخل المصحه علشان يقولوا عليا مجنونه؟ لا يا حبيبتي، ده كان مستشفى وكان هيبقى في السر. سر ايه يا هبلة انتي؟ هو في حياة الفنانين اسرار؟ ده احنا حياتنا على المشاع، كل كبيرة وصغيرة فيها بتتعرف، وبعض المجلات غاوية تكتب الحاجة الوحشة وبس. اديلهم انا مادة حديث وادخل مصحة
علشان يقولوا اتجننت خلاص؟ اعملي معروف، اطلبي المنتج حالا وقولي له ان انا مش هقدر اصور. ايوه بس دي ارض صفرة يا ابني. بكره تخضر بايدينا ياما، ثم يعني ما تنسيش ان الارض اللي كنا فيه كانت كده برضو، وان جدادنا هم اللي عمروها وخضروها ياما. عندك مثلا النخله اللي جوه دارنا مين زرعها؟ جدي جدك. حلو، ومين اللي كان من البلح بتاعها؟ احنا كمان ياما لازم نزرع لينا وللي بعدينا. عندك مثلا ان شاء الله سنه ولا اتنين بالكتير خالص وكل حاجه هنا باذن الله هتكون خضرة. ان شاء الله هزرع لك توته عشان تضلل علينا، وجميزه عشان تعيش وتعمر، وذريتنا تحكي من تحتيها حواديت. الشقة ابتدت، ما كنا قاعدين مستريحين، أنا قلبي مقبوض مش عارفة ليه. بإذن الله على بكرة الصبح هيكون كل حاجة والمطرح بقى زي الفل، بس همتك معايا يا سعدية. بتبقى إيه؟ أنت ناوية تعملي إيه؟ هرتب وأنظف، مش دي دارنا الجديدة يا سعدية؟ ما تبقيش هبلة يا بيت، دي شغلة رجالة، إحنا مالناش دعوة لا بنظافة ولا بترتيب. حد عارف البلاوي دي مستخبي تحتها إيه؟ يعني هيكون مستخبي تحتها ايه يا سعدية؟ أشر مخلوقات الله، الحيات والتعابين والعقارب. واني ناقصة عقربة تلدعني؟ طب داني مرة كنت في البلد العمار، البلد الحلوة الخضرة، شفت تعبان طوله شيب ماشي يتلوى شمال ويمين على شط الترع. عارفة حصل لي ايه؟ حصل لك ايه يا سعدية؟ قطعت الخلف 6 أشهر يا مصيبتي. خليكي عاقلة، الرجالة هي اللي تتصدر للمخاطر، واحنا نخلي بالنا من العيال. يلا يا اختي، يلا يا اختي، يلا هوي يلا هوي. تعرف يا عبد الهادي؟ ايوه يا استاذ احمد افندي. حاسس ان موهبه الشعر هتصحى عندي من جديد. المكان هنا هادي وخلاب، الواحد يقدر يقول قصايد معتبره. اسمع دي. قول يا استاذ احمد افندي. صفى الجو ولعلع النهار وتهادى النسيم وزمهر الزمهرير. بقول لك ايه يا احمد افندي؟ لا ما تقولش، اسمع بس الشطر التاني وبعدين قول زي ما انت عايز تقول. انا لا اعرف شطر اولاني ولا شطر تاني. هو انت جاي معانا هنا عشان تقول شعر؟ تقصد ايه يا عبد الهادي؟ اقصد اقول لك ان الشعر بتاعك ده ملوش عزه هنا، كل القصايد والاغاني والمواويل مش هتنبت حبه واحده. عمر الكلام ما خضر ارض يا احمد افندي. امال ايه اللي خضر الارض يا حضره الخبير الزراعي؟ ايدك على الفاس والبحرات. لو كانت الاغاني والقصايد بتخضر ارض كانت بلدنا كلها بقت خضرة، حتى الجبال. الا بقيت الموال بتاعك ايه؟ خلاص الموال خلص، هو لغايه كده وخلاص. ايوه استنى بس ما تزعلش. صفى الجو ولعلع النهار واشرقت الانوار وفضت الانهار وزمهر الزمهرير. ايه يلا يا استاذ ورانا شغل. دي مش السينما، الكلام الفارغ ده انا معرفوش، مش موجود في القاموس بتاعي. القاموس بتاعي فيه التزام، انضباط، فيه طاعه. يعني ايه تضرب تليفون وتقول اجيله تصوير؟ تبقى مين حضرتها وبأماره ايه؟ على العموم يا استاذ هشام انت المخرج. الفيلم فيلمك والرأي رأيك. انا مش ممكن اجري التصوير ساعه واحده. يا اخويا بس دي بتقول انها مش جاهزه. عنها ما جهزت يا اخي، تبقى تجهز على مهلها. بس على الفيلم التاني بقى انتاج. تحت امرك يا استاذ. فكر معايا بصوت عالي، عايزين ممثله بديله. بس الحكايه دي صعبه شويه. وايه اللي خلاها صعبه بقى؟ لا اصلها قبضت فلوس كتير قوي.
الفلوس مش مشكلتي يا حبيبي. الأستاذ رشاد يقدر يسترد فلوسه عن طريق البوليس، عن طريق المحاكم. دي مسألة إدارية، مسألة قانونية. أنا كل اللي يهمني إن الكاميرا تدور في الميعاد اللي أنا محدده. وكل الممثلات الكبار مشغولين، عندهم أفلام تانية. طيب بعد إذنكم يا جماعة أنا عندي الحل. إيه رأيك يا أستاذ هشام لو تكلمها حضرتك؟ أنا؟ أستاذ رشاد، أنت أول مرة تشتغل في السينما، وأول مرة تشتغل معايا، يعني ما تعرفنيش. أنا حاجة تانية خالص، غير كل المخرجين، شكل تاني، نوعية مختلفة. أنت؟ تحت أمرك يا أستاذ. مفيش تأجيل، ولا دقيقة واحدة. هاتوا أي ممثلة، وجه جديد، ممثلة نص نص، أي واحدة ست هتكون واقفة بكرة قدام الكاميرا هتعمل الدور. إحنا اللي بنعملهم نجوم وممثلات، ويجوا على آخر الزمن يمددوا على السراير ويقولوا نأجل، لكن ده في المشمش.